نقرأ بسيرة ابن هشام، وكان سببه وكان أمر عمرو بن عامر، هذا عنوان طبعا من عند محي الدين عبد الحميد، أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب. عمرو بن عامر هذا تفرعت منه قبائل كثيرة، ومنها الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري، يعني هون ما لعلنا لا نجد في سيرة ابن إسحاق الأصلي، لأنه ابن هشام رواه عن أبي زيد الأنصاري أنه رأى جرزا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم. هذا كل واحد يتطلع إلى تفسير القرآن، هذا بيكون تفسير هذه الواقعة. رأى جرزا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أراضيهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة من اليمن، فكاد قومه يعني فعل صنع لهم مكيدة، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه هذا الولد الصغير، ففعل ابنه ما أمره به، فقال عمرو لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي، وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله، يعني هذا فعل أمر إلا إذا كان الخبر فاشتروا، وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد، يعني هي قبيلة عظيمة في اليمن يدخل تحت عدة قبائل، وهن أصل الأوس والخزرج، لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين. يعني هذا بالدرس الماضي عك بن عدنان على رأي ابن هشام وابن إسحاق، ولكنها تيامنت، يعني صفي بس مع ابن عدنان الذي ينسب إليه العدنانيون. فمروا بلاد حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالة. ففي ذلك قال عباس بن برداس، هذا صحابي من بني سليم ومدفون في دمشق، البيت الذي كتبنا، يعني بيجي هذا البيت في له عدة قصائد تأتي في ضمن هذا الكتاب. ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البدلان، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، هذول الذي كان منهم ما يقال له الآن في الاصطلاح الغساسنة، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، يعني هذول من أولاد عمرو بن عامر نزلوا في يثرب، اللي كان يقال لها يثرب الآن صارت يقال لها المدينة. ونزلت خزاعة مرا، يعني مر الظهران، هي قبيلة خزاعة على القول بأنهم من اليمن. طبعا الإمام البخاري بيقول باب نسبة خزاعة إلى عدنان أو إلى إسماعيل عفوا. ونزلت أزد السراه، ونزلت أزد عمان، هي مناطق في جزيرة العرب، السراء وعمان معروفة. ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه، ففي أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا يقال له سيل العرم، وهذا يعني حادثة تاريخية عظيمة في انتقال اليمانيين من أماكنهم. والعرم السد واحدته عريمة، فيما حدثني أبو عبيدة بن نميز عن أبو عبيدة أظن اسمه معمر بن المثنى، وهو الذي يهتم باللغة العربية. أبو عبيد اسمه القاسم بن سلام، وهو يهتم بالنحو وبالفقه وبرواية الحديث وبالاختيارات في القراءات. قال الأعشى، أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، هذا غير الأعشى المشهور، أو نفسه يمكن الأعشى المشهور هذا الذي يقال له صناجة العرب، وهذا كاد أن يسلم لكن ما أسلم، وستأتي قصته في كتاب السيرة معنا. ابن بكر بن وائل، بعدين هدول بكر بن وائل هي من أكابر قبائل ربيعة،
وهو تم من سلاء من قاصة من هيم بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار اجتمعوا في ربيعة. قال ابن هشام يقال أفصى بن دعم بن جديلة، يعني زاد بن هشام هون بن بعد أفصى زاد اسم دعمي، واسم الأعشى ميمون ابن قيس بن جندل بن شراحيل ابن عوف ابن سعد بن ضبيعة ابن قيس ابن ثعلبة، يعني ضباعي هو من قبيلة ضبيعة من ربيعة. وفي ذاك للمؤتسي إسوة أو أسوة، ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير، إذا جاء مواره لم يرم، فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم، فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم. وهذه الأبيات في قصيدة لهم. وبالمثل بيقولوا صاروا أيادي سبا، يعني صاروا مثل قبيلة سبأ التي تفرقت في البلدان بعد سيل العرم. وقال أمية بن أبي الصلت، هذا كان معاصر لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ثقيف الثقفي، يقول فيه صلى الله عليه وسلم أنه آمن شعره وكفر قلبه، يعني أشعاره تكاد تكون موافقة لما أتى به شرعنا الحنيف من قصص. واسم ثقيف قسي، يعني ساقي ابن منبه ابن بكر ابن هوازن، هو فرع من قبيلة هوازن، القبيلة الكبيرة هوازن، وبتفرع عنها قبائل عدة. أنا أشبهها مثل كنانة التي يتفرع منها قبائل عدة، ومنها قريش قبيلة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن منصور ابن عكرمة ابن خصف ابن قيس ابن عيلان ابن مضر ابن نزار بن عدنان. هون بتنقسم مدر لقيس عيلان، بيقولوا لهم باللقب، شايف كم منها غطفان وعبس وهوازن وما إلى ذلك، وخندف، يعني هاي اسم الأمية اللي هو إلياس، زوجها اسمه إلياس، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم. من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيده العرمى، وهذا البيت في قصيدة له، وتروى للنابغة الجعدي، هذا هو صحابي أدرك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان أسن من النابغة الزبياني. النابغة الزبياني ما صاحب المعلقة ما أدرك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النابغة الجعدي كان سمير لأبو الملك، يعني النابغة الزبياني كان سمير للنابغة للنعمان بن المنذر، والنابغة الجعدي سمير لأبيه، وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك، فجاوز 100 في العمر وما سقط له سن. واسمه قيس بن عبد الله أحد بني جعدة بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن، كمان فرع من هوازن من بني عامر بن صعصع، هي قبيلة بنو عامر وفرع منها أو بطن منها جعدة. وهو حديث طويل منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار، يعني أنه يأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العرب التي استشعر ابن هشام أن قصصهم لا علاقة لها بالسيرة اختصرها. قال ابن إسحاق وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، كل واحد ملك اليمن يقال له تبع، كما أنه من ملك الروم يقال له قيصر، من ملك الفرس يقال له كسرى، من ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك مصر يقال له فرعون، وهكذا. فكان أحد التبابع ربيع بن نصر، فرأى رؤيا هالته وفزع بها، يعني في رؤيا مخوفة، وأحيانا الإنسان يخاف من الرؤيا، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما، يعني هدول الأنواع الغيبية أو الأنواع الروحانية. كاهن له علاقة بالجن، الساحر له علاقة بالسحر، والعائف هو الذي من العيافة، يعني بيعرف من قرائن أخرى بيستنبط ما إلى ذلك، والمنجم اللي بينجر بالنجوم من أهل المملكة إلا جمع إليه. فقال لهم إني قد رأيت الرؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبروني بها وبتأويلها. يعني قال لهم أنا ما حقلكم الرؤيا حتى أنتم تخبروني بالرؤيا وبتأويلها. قالوا له اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق
فإنه ليس أحد أعلم منهما. يعني هدول كانوا بعلم الكهانة كانوا بارزين جدا، سطيح وشق، فهما يخبرانه بما سأل عنه. طبعا في قصص كثيرة الله أعلم بصحتها. واسمه سطيح ربيع ابن ربيع ابن مسعود ابن مازن ابن ذئب ابن عدي ابن مازن ابن غسان. لما تقول غسان يعني هذا التي ينتمي إليها الأوس، ساداتنا الأوس والخزرج الأنصار، فمعناته في قرابة أو في نسب بيناتهم. وشق ابن صعب ابن يشكر ابن رهم ابن أفرك ابن قيس ابن عبقة ابن أنمار ابن نزار، وأنمار أبو بجيلة وخسعب. طبعا هذا في قبيلتين عربيتين، بجيلة وخسعب. بجيلة أشهر واحد منهم كان سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي، هو صحابي، وخسعم في أسماء بنت عميس خسعمية أظن، لاحظت كيف؟ فهون شق طبعا ما بينتمي لكون أكبر بالسن، ما انتمى لقبيلة منهم، لكن اجتمع معهم في أنمار بن نزار. وطبعا أنمار في بعضهم بيعتبر بجيلة وخسعم يمانية، يعني مثل ما لكم شايفين في عدد من القبائل العربية يختلف هل هي عدنانية أم يمانية. وقالت اليمن وبجيلة بنو أنمار، قال هذا قول ابن هشام، قال ابن هشام وقالت اليمن وبجيلة بنو أنمار بن إراش بن لحيان ابن عمرو بن الغوث بن نبت مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. يعني هون لما تقول سبأ معناتها قبيلة يمانية. نعم. ويقال إراش ابن عمرو بن لحيان بن الغوث ودار بجيلة وخسعم يمانية، يعني هم من أهل اليمن، كانت منازل في اليمن. نعم. فقال ابن إسحاق فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق، يعني قتم على الملك ربيع بن نصر سطيح قبل الشق، فقال له إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال أفعل. رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهامة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال الملك ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك في تأويلها؟ فقال أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فلا يملكن ما بين أبينا إلى جرش. فقال له الملك وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لا غائط موجع، فمتى هو كائن؟ أو في زمان هذا أم بعده؟ قال لا بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال لا بل ينقطع لبدء 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال ومن، طبعا هذه التفاصيل ستأتي في سيرة ابن هشام، ومن ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال يليه إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال لا بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال النبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال أمي من هذا النبي؟ قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر. النضر هو جماع قريش على رأي الفقهاء، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل للدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرني؟ قال نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق. إنما ما أتيت أنبأتك به لحق. ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح، وكتمهما. قال سطيح لينظر اتفقان أم يختلفان؟ قال نعم، رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكما أكلت منها كل ذات نسمة. قال فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إلا أن سطيحا قال وقعت بأرض تهامة فأكلت منها كل ذات جمجمة، وقال شق وقعت بين الروضة وأكما فأكلت منها كل ذات نسمة. فقال له الملك ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ قال أحلف بها بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان فلا يغلبن على كل طفلة البنان ولا يملكن ما بين أبينا إلى نجران. فقال الملك وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائط موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زمان أم بعده؟ قال لا بل بعده بزمان، ثم يستنقذ
يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد الهوان. قالوا من هذا العظيم الشان؟ قال غلام ليس بدني ولا مدنن يخرج عليهم من بيت ذي يزن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال أفيدوم السلطان وأم ينقطع؟ قال بني قطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومي إلى يوم الفصل. قال وما يوم الفصل؟ قال يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات ويجمع فيه بين الناس الميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال أحق ما تقول؟ قال إيه ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمر. قال ابن هشام أبغى أمضي يعني شكا، هذا بلغة الحمير. وقال أبو عمر أمضي أي باطل. فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال، فجهز بيته فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور ابن خرزاد، هذا يلي أسس الدولة الكسروية، فأسكنهم الحيرة. فببقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن مدر، فهو في نسب اليمني وعلمهم النعمان بن مدر بن النعمان بن مدر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك. قال هشام النعمان بن المنذر بن المنذر فيما أخبرني خلف الأحمر. نقف هنا، هذه قصة طويلة لكن يستفاد منها أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى لم يدعهم هملا، كان العرب ليسوا أهل كتاب، رغم ذلك أخبرهم بأنه سيبعث فيهم رسول، فلذلك هم كانوا يعني في كثير من كتب السير وخاصة سيرة ابن هشام وغيرها مثلها بتكون يعني الكهان وما إلى ذلك كلهم ذكروا عن 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 الإخباريات التي أتت عن الجن عن الكهان في من طريق الجن أو عن غيرهم من رؤى أو ما إلى ذلك، كل هذه إرهاصات كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة البير جاحت معذرة، هذا السؤال من عيده يعني الجيم لأبي حنيفة بدل على النجاسة والحيل لأبي يوسف بدل على بقايا الحال والطاء بدل على الطهارة وهي مسألة محمد. What was the name of the famous فرعون of the time of Musa? I don't know the name, but it's mentioned in some areas that it was Al-Walid ibn Riyad. Any other question? كتاب بالسيرة أبسط من عبارة ابن هشام. إذا كان السائل عربيا وجد نور الرقين وجد تهذيب سيرة ابن هشام، وإذا كان السائل يتكلم اللغة الأجنبية فيوجد تهذيب سيرة ابن هشام مترجم لعبد السلام هارون مترجم إلى الإنجليزية. في سؤال آخر سيدي، in the poetry نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر خضاعة ابن مالك ابن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر. Do we know what's being referred to تحت المنبر؟ I don't know exactly. But منبر in Arabic language means the high level or hill or whatever of that regard. قصة سيدنا موسى باليمن أو بسارس أوليا يكفي ناس عم تقول الآن. This is against the Quran when he mentioned about Egypt and Masr. For this question, I should read the question in English. Is this any possibility that the story of سيدنا موسى took place in the Yemen? I feel this is exactly against the story that it took place in Egypt or Masr. Any other question?